السلام عليكم، وياكم احمد في برنامج وش يقول. سؤال الحلقه اليوم: لو تحصل مليون في يومين بس، وش تسوي فيها؟ لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب، وتفعلون جرس التنبيهات وتنشرون المقطع في كل مكان. اونس روحي، اونس البيت، ونسوي خير، نبني مسجد. يومين بس بتخلص في يومين؟ اي لا، يمديك تشتري. وش بتتونس فوق؟ تشتري لك سيارة، بيت، شي. عندك مصرف إليهم تعال البيت والسيارة؟ بفضل من المليونين ما بتروح. يومين وخلاص يشيلونها عنك. خلصتها ما خلصتها يشيلون. ما أدري وش سوي فيها يومين. يومين خمن مستقبل. جي ما بتجي. 50 دينار. 50 دينار ظلمته. ظلمته بعد. أزيد بواجد. روح فوق واجد. شوف لك محاولتين. روح فوق. يا الله 150 بعد زيادة. بعد دبلها. دبل الحين. هذا الخاتم العادي ب70 دينار يبيعونه. شوف هذا التفاصيل اللي فيه وهالأمور. 150 150 أدبلها 10 مرة. دبل 10 مرات. 1000 وشي. 1000 وشي كم؟ يلا محاولة واحدة. هو فوق ال 1000 وشي. إذا قلت صح بتحصل خاتم هدية. قول أي رقم خلاص. 1150. هارد لك حبيبي. أول شي أشتري أراضي. زين. بعدين شركات. هاليومين اللي اقدر عليه اسوي اشتري كل شيء. زين، مساعدات خيريه شيء هذه بعدين في المستقبل عقب ما تاسس روحك. زين، تفهم في الحرف اليدويه وفي الاشياء يعني؟ لا. نعطيك خاتم، بنراوي خاتم، وتوقع لانه كم سعره. زين، واذا توقعت عدل لك خاتم هديه. يبه شوي شوي على هذا. عقيق كبدي كم يعني؟ توقع كم؟ 150. لا غلط. اشتريها هني كامل البناية. ما بيبيعونها. اشتري الجبل. جبل هذا يعني بتستثمر فيه. خلصها كاملة في يومين. تخلص ايه كل شي اشتربها. غسلها غسال. زين، اذا اعطوك اياها يوم الجمعه والسبت. الجمعه والسبت نقسمها في الفريق على الفقار. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا بكم احبتي متابعين برنامج ويش يقول. اخذنا المايك شوي من عند احمد، واليوم نقول لكم شنو تعرفون عن الاعمال اليدويه بشكل عام. يعني أنا عندي الحين عمل يدوي جبار متحفي، أمبيكم تشوفونه وتدققون فيه. راح نخلي الشباب يخلون لكم الأعمال اليدوية اللي أقتنيها وهم أبيعها. وتحياتي لكم أحبتي الكرام. هذا 150 دينار على طول. إيه، شفت مرة شيء يدوي ب 150 دينار؟ إيش ده يدوي يعني؟ هذا شغل يدوي، مو شغل ماكينة. ماكينة ما تسوي كذي. ها غزلان يعني ده. كم انت قول؟ نعطيك محاولة ثانية. 500 يستاهل تشوفه؟ أزيد يعني؟ أزيد من كذي. 1000. قربت. آخر محاولة. 1100. لا لا لا. شو تشتري خاتم ب 1100؟ لا ما أشتري. أنا لو يعطون المليون أشتري. تابعوا حساب دار العلوي ستون، وأنا كويتي. مو كويتي، أنا بحريني، وما بخلي لكم ولا خاتم. يعطيكم العافية. أنا أجمعهم وأستفيد منهم. في يومين يعني؟ يومين وإيش بتسوي فيهم في يومين؟ طموح إن أخذ لي سيارة فخمة بهالمبلغ. بس سيارة؟ بس سيارة، وأسوي لي مشروع مثل هالمشاريع. تأخذ لك بيت؟ ما تجيب بيت. مليونين؟ مليونين أخذ لي بيت. زين، أعمال خيرية؟ أعطي المحتاجين. وتسوي لك مشروع وبيت وتعطي المحتاجين خلاص؟ خلاص. مو راضي يعني؟ لازم يفتح لي مشروع يجيب لي بيزاته. زين، ما تفكر يعني مثلا تشتري اللي هو بيوت؟ مو اراضي، بيوت.
ما افهم في البيوت، اروح للشله لا افهم فيه. افهم في الاراضي يعني؟ لا تقدر تقول الحين اراضي فيها زرايع غير اسهله. وايش تشوف في الخاتم انت؟ في ايات واسم النبي 45 قليل 45. يا رب كل واحد يسوي سبسكرايب ولايك للقناة يحصل 100 مليون، مو بس مليون بعد واحدة. يلا سوي سبسكرايب. بيت سيارة كذي السوالف. بيت سيارة مليونين الحين بس بيت سيارة. وش 17 عمري أنا إيش باخذ يعني؟ زعلت لو أخذت البيت كيف بتصرف عليه تالي؟ عدلة كورة بس. كهرباء وماء ما عندك فلوس له؟ كيف؟ تأخذ من عند أبو. مليونين عندي حين. لا يومين وبتخلص. كذي. ايه. وش دراني؟ والله يا اخي بقدم اعمال الخير والناس المحتاجين. يعني كذا انا اقدر لانه مبلغ يعني كبير. شوية كبير يعني. لازم اخلي الناس تستفيد معي يعني. يعني ما بتستثمر فيه، بتشتري اراضي مثلا، بيوت؟ والله ممكن استثمر ايوه. يعني استثمار والأعمال الخير، الجمعيات الخيرية برضو ممكن. تفهم في الخواتيم؟ والله يعني نص نص. طيب نراويك خاتم وتوقع لنا كم سعره، وإذا جبت سعره بنعطيك خاتم هدية. جدا. خلني أنا براويك الخاتم أفضل. شنو تشوف الحين؟ هاي الخاتم من بحرين يعني هو ولا؟ هو صنع يدوي. أيوة. يعني مو صنع ماكينة، صنع يدوي بالكامل، وهذا توقيع الصانع هني موجود. أيوة. بحرين أصله يعني؟ هو أصل عراقي هذا. أيوة. يعني الحين كم تتوقع سعره؟ إذا جبت سعره بتحصل خاتم هدية. والله أتوقع يعني هو قبل لا تجاوب حط في بالك إن عمل يدوي، تعرف الأعمال اليدوية. أيوة. شوية سعرها فوق. والخرزة اللي قدام شنو؟ هذه عقيق يماني شفت عبد، أفضل أنواع العقيق اليماني. أيوة. منقوش عليها آية الكرسي. والله يعني ممكن يكون 600 دينار. 700. يلا لك محاولة ثانية. أقل ولا أكثر؟ أكثر. روح فوق 1000. زين. ممكن 1600 كذا. لا غلط. يعطيك العافية. عشان نكون صريحين اياك، احنا كاتبين هني السعر مليونين والفترة يومين. انا متحير وايش بسوي فيها، بس اول شي بسويه بشتري خاتم من دار العلوي. وانتم بعد وايش بتسوون فيها؟ اكتبوا لنا في التعليقات. يعني ممكن ازيد من 100 ولا لا؟ ها واجد ازيد من 100. واجد. انا امبيك تشوف تفاصيل اللي في الفضه. وايش تشوف الفضه؟ ما عليك من الحجر. كم؟ 500. قربت. لاحظ هذا الخاتم، شوف في الكعبه هني. ها هني مكتوب ابو القاسم محمد، بس اذا تطالعها من بعيد تشوفها مدينه. وهني مكتوب ايات، وهكو هني جمال، وهني مسجد الرسول. يعني خاتم هذا في قصة، مو بس لأن أنه يدوي، في قصة كاملة عن النبي. اللهم صل على محمد وعلى آله. مسيرة النبي من المدينة مثلا إلى مكة، أو من مكة إلى المدينة، هذه قصتها. طبعا المليونين خاصة في الدنيا احنا كبشر، كل ما زادت أموالنا زاد الوقوف أمام الله سبحانه وتعالى في الحساب. وكل ما أنت وجهت توجيه سريع في مكانها الصحيح تتخلص من الوقوف أمام الله سبحانه وتعالى. أعطوني مليونين مني وحدت لي يومين أوضيهم كلهم للفقراء وأقطهم وأتخلص منهم فما لا. هذا أقل من ساعة، مو يومين، أقل من ساعة بتخلص منهم، بتخلص من الوقوف أمام الله سبحانه وتعالى. خلص من المليونين عقب. طوف علينا عجل. عن هذا يدوي. إيه نعم. يدوي بالكامل بحت، ما في أي ماكينة دخلت. إيه. إيه؟ صنع عيد هذا. إيه نعم. زين كم تقدر سعر هذا الخاتم؟ شوف بعطيك محاولتين. محاولتين بشوفه. تمام. وش اشوفه؟ حلو. كم تقدر سعره؟ قدرته 300 دينار. 300 دينار، لك محاولة ثانية وروح فوق. 2500. 2500 العواد. أكيد يعني أول شيء تصدق. عشان. حصل أجر فيه.
فلوس واشوف شنو احتاج. اكيد ادخل حق الجامعه مثلا، اشوف مين من اهلي محتاج، واغلب الظن خلي ابوي هو يساعدني في القرار. انا بساعدك في القرار، طب رقمي عشان اساعدك في القرار وبنستغلها يعني نستثمرها. ايه حصل المليون واخذ رقمك اكيد. براويك خاتم الحين، وقدر لي كم سعره، واذا تجيب سعره صح لك خاتم هديه من عندي. يلا ما في مشكله. شوفي ياي الخاتم هذا، وش تشوفه هنا؟ في نقوش. ايه شنو النقشة دي؟ تبين لك واضحة؟ غزال. غزال. انزين هني وش تشوف؟ غزال بس في قرون. اللي هو يسمونه العيل. ايه. يعني هاي مراحل نمو الغزال هني في الخاتم. وفي طبعا مناير، وهي قبة الحجر. انت كم تقدر هذا الشغل؟ كم شخص يعني اشتغلوا فيه؟ واحد. شخص واحد وكل عمل يدوي بالكامل، ما في شغل ماكينة نهائيا. في المئات، يمكن 100 وشي. بعد روح فوق، لك محاولتين. 250 وفوق. لا روح فوق ال 1000. فوق ال 1000؟ ألف وخمسمية. خسرت المليون. تحية طيبة إلى أستاذ عامر، تحية كبيرة، شكرا لك على هذا المجهود الراقي في هذه المحابس النفيسة والمتحفية. الأهداف ما لها حد، والفلوس يمكن تحقق شوي من أهدافك، وبشكل عام الفلوس مو كل شيء، لازم تسعى وتنجح عشان تحقق أحلامك.